أما بعد معاشر المسلمين، فإن من أقبل على الله تعالى بكثرة العمل الصالح فإن الله جل وعلا قد بشره في الحياة الدنيا قبل الآخرة. قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. عباد الله، قال أهل العلم: إن العبد المؤمن في الدنيا قد يبشر قبل رحيله إلى الله جل وعلا، وإن من البشارات للعبد المؤمن في هذه الدنيا قبل أن يرحل إلى الله تعالى أن يرى الرؤيا الصالحة التي تبشره برحمة الله عز وجل له، أو أن ترى له تلك الرؤيا. ومن النماذج عباد الله، وإن كانت النماذج كثيرة، إلا أن من النماذج معاشر المسلمين ما ذكر عن العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمة الله تعالى عليه، فقد ذكر بعض المقربين من هذا العلم الجبل أنه رحمه الله قد رأى رؤيا قبل موته، وكان كلما ذكر تلك الرؤيا فإنه يبكي بكاء مريرا. قيل أن الشيخ رحمه الله تعالى رأى في المنام أن رجلا يطرق عليه بابه، فلما فتح الباب إذ برجل قائم على الباب، فخرج إليه العلامة أحمد بن يحيى رحمة الله تعالى عليه، سلم على ذلك الرجل وقال له: من أنت؟ قال: أنا أحمد بن حنبل، أنا أحمد بن حنبل. ثم أخذه معه حتى أدخله قصرا منيفا، وإذ في القصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجمع من الصحابة الكرام، فأجلس العلامة أحمد بن يحيى بجوار أولئك النفر رضي الله عنهم وأرضاهم. ما أعظمها من بشرى، وما أزكاها والله من أخبار تكون للصالحين في هذه الأمة مثبتة لهم حتى يلقوا ربهم جل وعلا.